اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 9 which is entitled applications on the real numbers. الدرس بتاع النهارده يعتبر استكمالا لليسون 6 and lesson 8. هنشوف مع بعضينا مجموعه applications. الابلكيشنز دي هتلاقي نفسك بتستعمل فيها السكوير روت وبتستعمل فيها الكيوبك روت وهتعمل سكويرنج وهتعمل كيوبنج لبعض الايه لبعض النمبرز وانت ايه وانت شغال. الدرس بتاع النهارده منقسم لمجموعه من الجيومتريك سوليدز، بنبداها بالكيوب وبعد كده الكيوبويد وبعد كده عندي السيركل والسلندر والسفير. عندي 5 جيومتريكال شيبس، كل شيب منهم ليه الكاركترستكس بتاعته والبروبرتيز بتاعته والرولز بتاعته. طيب نبدا مع بعضينا الليسون وناخد اول جيومتريكال سوليد اللي هو الكيوب. الكيوب بوجه عام ما يعتبرش جديد علينا، يعتبر اسهل الاشكال الهندسيه اللي احنا درسناها قبل كده. تعرفت عليه من بدايه جريد 4، يعني انت خدت جريد 4 جريد 5 جريد 6. فتعالوا مع بعضينا نراجع الرولز بتاعت الكيوب ونشوف هو ليه دخل معانا السنه دي في الابلكيشنز بتاعت ليسون 6 اند ليسون 8. طيب اول حاجه لما نيجي نعرف الكيوب بنقول ان هو سوليد. السوليد ده هاز 6 فيسز والسكس فيسز دول ار congruent، ومهم جدا تعرف ان الفيس الواحد عباره عن سكوير. طيب كلمه congruent احنا قلنا ان احنا ممكن بنستعملها كتير في الجيومتري بمعنى ايكوال. لما بنيجي نقول شيب ما بنقولش الشيب ايكوال الشيب، بنقول الشيب از congruent للشيب التاني. بنرمز للسايد لينس بتاعه بايه؟ بي ال. طيب لما نيجي نبص على الرولز بتاعتي، اول حاجه عندي الاريا اوف وان فيس. الاريا بتاعت وان فيس ايكوال ايه؟ طبعا دي هتيكوال الاريا بتاعت السكوير اللي هي ال تايمز ال، يبقى هي ايه؟ ال سكوير. يبقى الاريا عندي ال سكوير، يبقى ليه جبنا الكيوب في الليسون ده؟ عشان لما يديني الاريا ويقول لي هات لي السايد هضطر اجيب السكوير روت لمين؟ للاريا. يبقى انا كده استعملت جزء من الرولز اللي موجوده في ليسون 6. طيب لما يجي يقول لي اللاترال اريا، وات از اللاترال اريا؟ اللاترال اريا بالعربي يعني الاريا بتاعت الجوانب. انا عندي 4 سايدز في الجنب، انا عندي تحت البيز وعندي دي اللي هي الايه الغطا بتاعه من فوق. في الجنب هتلاقي عندك 4 سايدز بنسميهم اللاترال اريا. كلمه لاترال يعني جانبي، حاجه كده بالجنب، يعني حاجه جانبيه. يبقى لما اقول لك اللاترال اريا يعني الاريا بتاعت الايه السطح الجانبي. ده هيكوال ايه؟ هيكوال الاريا بتاعت وان سايد تايمز 4. ليه تايمز 4؟ عشان انا عندي 4 لاترال فيسز. اوكي، يبقى اول قانون عندي الاريا بتاعت وان فيس ايكوال السكوير. الاريا اللي هي بتاعت اللاترال سايدز ايكوال 4 السكوير. طيب تعال نشوف انذر رول ويتش از التوتال اريا. وات از التوتال اريا؟ التوتال اريا عباره عن اللاترال اريا هضيف عليها السايد اللي فوق والسايد اللي تحت. يبقى هما كام فيسز؟ يبقى هما 6 فيسز وعندي الاريا بتاعت 1 فيس، وبالتالي التوتال اريا هتيكوال معايا 6 السكويرد. جميل. طيب يتبقى عندي اخر رول عندي في الكيوب اللي هي الفوليوم. الفوليوم بتاع الكيوب بيكوال ايه؟ بيكوال الويدز تايمز اللينث تايمز الهايت، وانا عندي كلهم زي بعض. وبالتالي هيكوال ال تايمز ال تايمز ال ويتش از ال كيوبد. يبقى لما يجي لي الفوليوم بال كيوبد ويقول لي هات لي السايد لينس، انا مضطر اجيب الكيوب روت للفوليوم عشان اجيب الايه السايد لينس. يبقى انا في مسائل الكيوب انا هستعمل السكوير روت، انا هستعمل الكيوب روت. تعالوا نشوف مع بعضينا اول اكزامبل. بيقول لي اكيوب ويز فوليوم 125 فايند اتس توتال اريا اند اتس لاترال اريا. هنتفق مع بعضينا، انت الهدف بتاعك وانت في الليسون ده ان انت تكشف السايدز ايا كان السوليد بتاعك. يعني انا لو بشتغل في الكيوب او الكيوبويد او السيركل، السيركل طبعا هيبقى الراديوس، ايا كان ايا كان السوليد بتاعي انا لازم اجيب البيزك دايمنشنز بتاعته. بالنسبه للكيوب يبقى السايد، بالنسبه للكيوبويد الدايمنشنز عندي ويدز ولينث وهايت، بالنسبه للسيركل هتبقى الراديوس، والسلندر هيبقى عندي الراديوس والهايت، وبالنسبه للسفير الراديوس. اوكي، يبقى انا عندي هنا كيوب. خلاص شفت كيوب، يبقى انت وانت داخل على المساله في دماغك تجيب السايد لينس على طول.
طيب انا عندي الفوليوم بي ايكوال ايه؟ انا عندي الفوليوم بي ايكوال ال ال كيوبد. طيب انا عايز مين؟ انا عايز ال ال. طب اخد ازاي ال ال من تحت الكيوب ديت من تحت الباور 3؟ اخدها عن طريق taking the cubic root of both sides. يبقى نقول taking the cubic root for both sides. تمام؟ يحصل ايه؟ لما اخد الكيوب روت للال باور 3 يديني ال، ولما اخد السيرد روت للفوليوم اكتبه كده للسيرد روت للايه؟ للفي. يبقى دايما انت لما هتنتقل من النقطة دي للنقطة دي يفضل تكتب السطر ده عشان يبقى تعرف اللي قدامك ان انت فاهم انت بتعمل ايه. انا خدت الكيوبيك روت في بوس سايز عشان اجيب ال ال من تحت الباور 3. يبقى زين ال ال عندي هيكوال السيرد روت ل 125، وطبعا ده احنا حافظينه اللي هو 5 ايه سنتيمترز. جبت ال 5 سنتيمترز اقدر اجيب اللاترال اريا. يبقى اللاترال اريا هتيكوال معايا 4 ال سكويرد، اللي هتيكوال معايا 4 تايمز 5 سكويرد اللي هي 4 تايمز 25 which is 100 سنتيمتر ايه سكويرد. وبعد كده عندي التوتال اريا هتيكوال معايا 6 ال سكويرد which is 6 تايمز 5 سكويرد اللي هي 6 تايمز 25 which is 150 سنتيمتر ايه سكويرد. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايزز على الكيوب. بيقول لي كومبليت ذا فولوينج. اول حاجه بيقول لي اف ذا ايدج لينث اوف ا كيوب از 5 سنتيمترز، الايدج لينث اللي هو السايد لينث. طيب زين اتس فوليوم ايكوال وات؟ الفوليوم يبقى هيكوال 5 كيوبد اللي هو هيكوال 125 سنتيمتر كيوبد. طيب the edge length of a cube is 4، يبقى total area اللي هتبقى 6L squared يبقى تيكوال 6 times 4 squared اللي هتيكوال 6 times 16 6 times 6 يبقى 36 6 and a half 3 و 1 times 6 is 6 و 3 يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك 9. طيب هنا lateral area of a cube whose edge length is L is what؟ is 4L squared. بيختبر هنا معرفتك بالرول. طيب الكيوب هوز فوليوم از ال باور 3 سنتيمتر كيوب از توتال اريا از ايه؟ توتال اريا هتبقى 6 ال سكويرد. طيب ذا كيوب هوز ايدج لينث از 2 ال زين اتس فوليوم از ايه؟ الفوليوم عباره عن السايد لينث كيوبد. يبقى 2 ال باور كام؟ باور 3. كيوب ده ياثر على 2 وياثر على ال، يبقى يديني 2 باور 3 ال كيوب 2 باور 3 which is 8 يبقى 8 ال باور 3. اكسرسايز 2 بيقول لي a cube whose lateral area is 36 سنتيمتر سكويرد find the total area والvolume. اتفقنا مع بعضينا ان المسائل انت هتتارجت السايد، التارجت بتاعك is to find الايه السايد لينث. يبقى لما يقول لي lateral area ب 36، lateral area اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي 4 ال سكويرد، يبقى هتيكوال كام؟ هتيكوال 36 سنتيمتر سكوير. طيب انا عايز اجيب ال ال، يبقى ال 4 تروح الناحيه الثانيه بالديفيجن، يبقى عندي ال ال سكويرد هتيكوال معايا 36 ديفايدد ال 4، يبقى زين ال ال سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال 9. ده معناه ان ال ال هتيكوال السكوير روت لل 9 which is ايه؟ which is 3 سنتيمتر. طيب انا جبت السايد اقدر اجيب التوتال اريا، يبقى التوتال اريا هتيكوال معايا ال 6 ال سكويرد which is ال 6 تايمز 3 سكويرد، يبقى ال 6 تايمز ال 9 which is 54 سنتيمتر سكويرد. ونجيب الفوليوم اللي هو هيكوال ال كيوبد which is 3 باور 3 which is ال 27 سنتيمتر كيوبد. بروبلم 3 مديني البريمتر اوف 1 فيس اوف ا كيوب از 12، فايند الفوليوم واللاترال اريا. طيب البريمتر بتاع 1 فيس اكنه بيقول لك البريمتر بتاع السكوير، والبريمتر بتاع السكوير ايكوال ايه؟ البريمتر بتاع السكوير ايكوال 4 ال. يبقى هو لما يديك حاجه كده ستيتمنت انجلش ستيتمنت تترجمها انت على طول للرول، يبقى البريمتر اوف 1 فيس اللي هي 4 ال
هيكوال معايا كام؟ ال 4L equal 12. ده معناه ان ال L هيكوال ال 12 divided 4 which is 3 سنتيمتر. يبقى ال lateral area هتيكوال معايا ال 4L squared، يبقى هي 4 times 3 squared which is 4 times 9 اللي هي 36 سنتيمتر squared. والفوليوم هيكوال معايا ال كيوبد which is 3 كيوبد which is 27 سنتيمتر. بروبلم 4 بيقول لي sum of lengths of all edges of a cube is 60. طيب انا عندي كام ايدج للكيوب؟ الكيوب has 12 edges. دي معلومه لازم تكون عارفها، ان الكيوب ليه 12 edges. يبقى هو لما يقول لي sum of lengths of all edges يعني 12L. معنى كلمة sum of lengths of all edges يعني L plus L plus L plus L 12 times، يعني 12L equal كام؟ equal 60 سنتيمتر. طب انا محتاج ما اجيب مين؟ احنا دايما بنتارجت ال L، يبقى زين ال L عندي هت equal ال 60 divided 12 which is 5 سنتيمتر. بقت سهلة. التوتال اريا هت equal معايا ال 6L squared اللي هي ال 6 times 5 squared which is 6 times 25 اللي هي 150 سنتيمتر squared. والفوليوم هي equal معايا 5 cubed which is 125 سنتيمتر cubed. 27 سنتيمتر هنا سنتيمتر cubed. Exercise 5 بيقول لي choose the correct answer from those given. أول واحدة the volume of a cube is 1 سنتيمتر cubed. Then the sum of its edge lengths is equal what. اتفقنا؟ يديك volume تتارجت مين؟ تتارجت السايد لينس. يبقى أنا عايز أجيب اللينس بتاع الايدج او السايد. طب الايدج بيكوال ايه؟ بيكوال روت الفوليوم. يعني عندي ال ال بتيكوال روت الثيرد روت لمين؟ للفوليوم اللي هي هتيكوال مع الثيرد روت لل1 which is 1 سنتيمتر. طيب يبقى 1 سنتيمتر is the edge length. What is the sum of its edge lengths؟ 12L اللي هي 12 times 1 يبقى 12 سنتيمتر اللي هي اللي هي دي. ليه 12؟ لأن عدد الـ edges equal 12. طيب تاني حاجة the volume of a cube is 64 then its lateral area is what. نجيب الـ L equal الـ third root للـ V اللي هت equal الـ third root للـ 64 which is a which is 4. طيب جبنا الـ L يبقى then الـ lateral area هت equal معايا 4L squared اللي هي 4 times 4 power 2 which is 4 power 3 اللي هي ال 64. طيب if the total area of a cube is 96 then the area of one face equal what. في جميع الاحوال هتارجت ال L. التوتال اريا اللي هي ال 6L squared هت equal معايا 96. يبقى then ال L squared هت equal معايا ال 96 divided mean divided ال 6 which is 16 سنتيمتر كيوب. طب مين دي؟ دي على طول اللي هي الاريا اوف وان فيس، يعني ملهاش لازمه اروح اجيب اللينس وبعد كده اعملها ال سكويرد. ما جات لي جاهزه عندي هنا. يبقى الانسر عندي هنا از ايه؟ تشويس ايه. طيب اللي بعديها if the area of the six faces of a cube equal 54 سنتيمتر سكوير. يقول لك الاريا اوف the six faces يعني التوتال اريا. التوتال اريا عندي اللي هي ال 6L سكويرد هت ايكوال معايا 50 ايه؟ 54. يعني ال L squared هي equal ال 54 divided 6 which is 9. يعني ال L equal root 9 which is 3 سنتيمتر. يبقى ال volume هي equal معايا ال 3 cubed which is ال 27 سنتيمتر cubed. لا اللي بعديها ال volume of a cube 64. عايز ال length of the diagonal of one face. طيب ال volume لما يكون 64 يبقى ال length equal ال third root لل V اللي هو ال third root لل 64 which is ال 4. طيب انا عايز ال length of the diagonal of one face. لما تيجي ترسم ال square
يبقى الدياجونال بتاعه عندي هيبقى كام؟ الدياجونال ده اللي هو دي، انا عندي هنا ال وعندي ال، الدي سكويرد بيكوال ال سكويرد بلس ال سكويرد. الهايبوتنيوز عندي اللي هو الدي، يبقى دي سكويرد بيكوال السايد ده سكويرد بلس السايد ده سكويرد، يبقى الدي سكويرد عندي هتيكوال 2 ال سكويرد، يعني الدي هيكوال السكوير روت لل 2 ال سكويرد. يطلع معايا ال ال يبقى هيكوال معايا ال روت 2 او روت 2 تايمز ال ال. يبقى انا عندي انا جايب ال ال 4 يبقى 4 روت 2. نمبر 6 بيقول لي if the volume of a cube is 5 if the edge length became twice the first then its volume equal what. دي نحلها ازاي؟ انا لو عندي ال يبقى الفوليوم عندي ايه؟ ال كيوبد. طيب لو انا عندي ال edge length became twice the first يبقى انا عندي اللي هو 2L، الفوليوم عندي بيكوال كام؟ 2L cubed which is 8L cubed. ده معناها لو ده V1 وده V2 يبقى ال V2 equal 8V1 لان هنعتبر دي V1. يبقى لو انا عندي اول فوليوم ب 5 يبقى ال V2 equal 8 times ال 5 which is a 40، يبقى دي عندي 40 سنتيمتر كيوبد. Number 7 the edge length of a cube whose volume is 2 root 2 is what. هو عايز ال edge length، يبقى انا عندي ال L ال third root لل V اللي هي هتيكوال ال third root ل 2 root 2. وانت عارف ان 2 root 2 دي عبارة عن ايه؟ 2 root 2 هتيكوال معي ال 2 عبارة عن root 2 times root 2، وعندي روت 2 هنا كمان يبقى تايمز ايه؟ روت 2. يبقى انا عندي الروت 2 معمول لها ملتيبليكيشن 3 تايمز، لما اجي احطها تحت الكيوبيك روت ويأثر عليها يديني واحد منه، يبقى هيديني روت 2. تعالوا نشوف مع بعضينا الكيوبويد. الكيوبويد عبارة عن سوليد كونتين 6 فيسز لست اوجه، وكل اتنين قدام بعض ار كونجروانت، يعني السايد اللي في وشنا هنا زي السايد اللي في الظهر، والكفر اللي فوق زي البيز، والجنب ده زي الجنب ده. طيب الشيبز بتاعته عبارة عن ريكتانجل، يعني اتش فيس عبارة عن ريكتانجل. لما نيجي نشوف الدايمنشنز اللي احنا دايما بنتعرف عليها في الكيوبويد، بيبقى عندي لينس، بيبقى عندي ويدز، بيبقى عندي هايت. يجي لك اكس واي زد اي بي سي حسب ما يجي لك. المهم انت عندك لينس ويدز وايه وهايت. تعال نشوف اللاترال اريا بتتجاب ازاي. اللاترال اريا اللي هي السايدز اللي في الجنب. اولا انا مش عايزك تحفظ حاجه، يعني سهل جدا ان انا اجيب الكيوبويد بالفهم بتاعي. انا عندي دلوقتي السايدز اللي في الجنب مين؟ انا عندي الزد والواي. انا عندي السايد ده كده الدايمنشن بتاعته زد واي، عندي زد واي هنا وعندي زد واي الناحيه الثانيه. يبقى الاريا بتاعتي عباره عن توايس زد اي زد واي بلس عندي اللي في وشي دي عباره عن ايه؟ عباره عن اكس تايمز الزد، واللي هناك اكس تايمز الزد، يبقى عباره عن برضو توايس الاكس تايمز الايه الزد. ناخد التو كومون يبقى 2 تايمز الواي زد بلس الاكس ايه الاكس زد. ملهاش لازم ان انا اخد الزد كومون، لا، يبقى انا عندي 2 تايمز الايه المجموعه دي. يبقى انا مش هحفظ الرول خالص هنا، انت حسب ما هيديلك ترسم الكيوبويد وتشوف القانون بتاعك يمشي ازاي. طيب التوتال اريا، التوتال اريا هي اللاترال اريا بس هزود عليها الايه البيز اللي تحت والبيز اللي فوق. يبقى نفس اللي انا جبته ده هزود عليه مين؟ هزود عليه توايس الاكس واي، يبقى اكنها هتيكوال معايا ايه؟ اخد التو كومون الواي زد بلس اكس زد بلس مين اكس واي. يبقى اكن هاخد 2 تايمز كل 2 دايمنشنز تايمز ايه تايمز بعضيهم، والفوليوم سهل جدا اللي هو اكس واي ايه اكس واي زد. تعال نشوف هنا بعض الملحوظات المهمه. بيقول لي الكيوبويد ممكن يكون في عندي 2 اوبوزيت فيسز كل منهم بيبقى ايه يبقى سكوير، والكيوب ده سبيشال كيس من الكيوبويد. يعني الكيوبويد لو جيت انا الدايمنشن اللي هو الاكس قصرته وخليته قد الدايمنشن اللي هو الواي قد الهايت
هيبقى عندي هيتحول لكيو. اوكي طيب عادي الايدجز عندي also 12 زي الايه الايدجز اوف الكيوب. تعال نشوف اكزامبل 2. بيقول لي الهايت اوف الكيوب اللي هو الاتش از 4 and its base is a square of side 5. Find the volume. يبقى ال V هت equal ال height times the width times the length اللي هت equal معي ال height عندي 4 وعندي هو square base يبقى عندي 5 times 5 اللي هو هتديني 4 times 5 20 times 5 يبقى 100 سنتيمتر كيوب. تعال نشوف ال lateral area. ال lateral area هت ايكوال انا عندي الهايت بايه بفور وعندي الدايمنشن اللي هو الواي عندي بكام بفايف يبقى انا عندي 2 تايمز 4 تايمز 5 بلس 2 تايمز انذر 4 تايمز 5 اللي هي الايه البيس الثانيه. هو عندي عامل كده دي كده عندي is 4 ودي هنا 5 ودي هنا ايه 5 يبقى انا عندي الفيس ده 4 تايمز 5 وعندي منه الناحيه الثانيه والفيس ده عباره عن 4 تايمز 5 وعندي منه الناحيه الثانيه هم دول الايه الفور سايدز يبقى هت ايكوال معايا 2 4 تايمز 5 يبقى 20 تايمز 20 بلس 2 تايمز 20 اللي هت ايكوال 40 بلس 40 اللي هي 80 سنتيمتر ايه سكوير. طب عايز التوتال اريا هت ايكوال اللاترال اريا اللي هي ال 80 اللي انا لسه جايبها بلس اللي تحت ده الاريا بتاعته كام 5 تايمز 5 وعندي واحده ثانيه فوق يبقى 2 تايمز 5 تايمز 5 اللي هي هت ايكوال معايا 80 بلس 2 تايمز 25 اللي هي 80 بلس 50 اللي هي 130 سنتيمتر سكوير. تعالوا مع بعضنا نشوف بعض السلكتد اكسرسايز على الكيوبويد. بيقول لي the dimension of the base of a cuboid are 9 and 10 يعني ده ال width وده ال length وال height عندي 5. Find its volume يبقى ال volume هيكوال معايا ال 9 times the 10 times the 5 ليه هت equal 90 times the 5 يبقى 450 سنتيمتر كيوبد. طيب عايزين اللاترال اريا هت ايكوال ال 80 انا عندي الهايت عندي بكام ب 5 اخده مره توايس مع ده ومره توايس مع ده يبقى هت ايكوال معايا توايس 9 تايمز ال 5 بلس 10 تايمز الايه ال 5 اللي هت ايكوال معايا 2 هنا عندي 45 بلس ال 50 اللي هي 2 تايمز 95 which is 190 سنتيمتر سكوير. نيجي بعد كده التوتال اريا هت ايكوال معايا اللاترال اريا 190 سنتيمتر سكوير الكلام ده بلس فاضل لي التو سايدز اللي هم البيز اللي تحت والبيز اللي فوق نجيب لهم الاريا اللي هي 2 تايمز 10 تايمز 9 اللي هت ايكوال 100 90 plus 2 times 90 180 which is 370 سنتيمتر سكويرد. نيجي اللي بعد كده مديني 3 dimensions للكيوبويد root 2 root 3 root 6 عايز الفوليوم سهلة جدا يبقى الفوليوم هي equal root 2 times root 3 times root 6 اللي هت equal root 2 times root 3 يديني root 6 بروت 6 تايمز روت 6 اللي هت ايكوال ايه 6 سنتيمتر كيوب. اللي بعديها مديني الدايمنشن اوف البيز از روت 3 اند روت 3 ماينس 1 ومديني الهايت عايز الفوليوم بردك هنعمل ملتيبليكيشن لل 3 دايمنشنز مع بعضيهم يبقى الفوليوم هي ايكوال روت 3 تايمز روت 3 ماينس 1 الكلام ده تايمز 3 بلس روت 3 اعمل ديستريبيوشن هنا مع الاثنين دول اللي هو هتيكوال معايا روت 3 تايمز روت 3 which is 3 يبقى ماينس روت 3 ماينس تايمز ال 1 يديني روت 3 الكلام ده هيبقى تايمز 3 بلس روت 3
ما تجيش بقى تعملها ليه؟ لان انت شايف ان الاثنين دول كونجوجيت، يبقى هيديك الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد، يبقى 9 ماينس السكند سكويرد اللي هي 3 which is 6 سنتيمتر كيوبد. نيجي اللي بعديها، مديني التوتال اريا للكيوبويد 480، والمديني اتس بيز از ذا شيب اوف ا سكوير هوز سايد لينث از 10، عايز اتس هايت. طيب اولا اللاترال اريا كانت بتيكوال ايه؟ اللاترال اريا كانت بتيكوال ايه؟ توايس. احنا قلنا باخد الهايت مره مع السايد ده ومره مع السايد ده. طب هو بيقول لي سكوير بيز، معنى كده ان الويدز ايكوال اللينث ايكوال كام؟ ايكوال 10. انه بيقول لي اهو السايد لينث ايكوال 10. احنا قلنا كان توايس، مره اخد الهايت مع ده ومره الهايت مع ده، يبقى الهايت تايمز ال10 بلس الهايت تايمز التاني اللي هو الايه اللي هو التاني. طيب اللي هي هتيكوال معايا الاتي 2 تايمز 10H plus 10H يبقى 20H اللي هتيكوال كام؟ 40H. طب هو بيقول لي اللاترال اريا 480، يبقى ال 480 هتيكوال معايا 40H، ده يروح مع ده، يبقى ال H عندي هتيكوال ال 48 divided ال 4 which is 12 سنتيمتر. Exercise 10 بيقول لي find the total area of a cuboid whose volume is 720 and its height is 5 with a squared shape base. طبعا دي سهلة، لو هو squared shape base يبقى انا عندي الهايت كده، انا عندي الهايت is 5، انا هعتبر ان دي كده L ودي انظر ايه؟ انظر L. طيب هو عايز total area. طيب نجيب ال L الأول، أنا عندي ال volume بي إيكوال ال 5 تايمز L تايمز L اللي هتيكوال ال 5 L squared، يبقى ال L squared هتيكوال ال V divided ال 5 which is 720 divided ال 5. 7 divided 5 is 1 and we have a remainder of 2. 22 divided 5 يبقى 4 and we have a remainder of 2. 20 divided 5 is is 4، معنى كده إن ال L هيكوال root 144 which is الـ 12. يبقى انا جبت يبقى ده 12 وده هنا ايه وده 12. طيب عايزين بقى مين؟ عايزين التوتال اريا. يبقى التوتال اريا هتيكوال معايا توايس كل تو سايدز تايمز بعض، يبقى 5 تايمز 12 بلس 5 تايمز 12 بلس 12 تايمز 12 اللي هتيكوال معايا 2 تايمز 2 تايمز 12 از 60، يبقى 60 بلس 60 بلس 144 اللي هتيكوال معايا 2 تايمز 66 120 144 تبقى 264 اللي هتيكوال معايا 2 تايمز 4 از 8 2 تايمز 6 12 يبقى 2 اند وي هاف 1 يبقى عندي هنا 5 سنتيمتر سكويرد. نيجي المساله اللي بعديها، which is more in size، مين اللي السايز بتاعه اكبر؟ a cube whose total area is 294 ولا cuboid بالدايمنشنز ايه 7 root 2 and 5 root 2 and 5 سنتيمتر. تعال نشوف الكيوب، الكيوب اللي التوتال اريا بتاعته 294، تعال نجيب السايد لينث وبعد كده نجيب الفوليوم. انا عندي ال 6l squared هتيكوال معايا 294، يبقى زين ال L squared هتيكوال 294 divided ال 6 which is 29 divided ال 6 يديني 4 and we have a remainder of 5، يبقى 54 divided ال 6 is 9، يبقى زين ال L هتيكوال معايا root 49 which is 7 سنتيمتر. يبقى ال volume of the cube هيكوال معايا 7 كيوبد which is 343 سنتيمتر كيوب. طبعا ال 7 كيوب طبعا احنا حافظين الكلام ده من الدرس بتاع البيرفكت كيوبز. طيب تعال نشوف الفوليوم اوف ذا كيوبويد، ده هيكوال معايا 7 روت 2 تايمز 5
5 root 2 times ال 5 اللي هت equal معايا root 2 times root 2 which is 2 7 times 2 يبقى 14 times 5 times 5 اللي هي 25 اللي هت equal معايا 10 times 25 250 وعندي another 100 يبقى 350 سنتيمتر كيوب. يبقى طبعا واضح ان الكيوبويد الفوليوم بتاعه اكبر من الكيوب, يبقى then V كيوبويد is greater than ال VA كيوب. وبكده يبقى احنا خلصنا بارت 1 from lesson 9. يا رب تكونوا فهمتوا الجزء بتاع الكيوب والكيوبويد كويس. ان شاء الله هنستكمل السيركل والرايت سلندر والسفير في الفيديو الجاي ان شاء الله.